هكون معاكم النهاردة، أنا محمد قاسم في لايف جديد مع ضحايا مستريحة شبرا اللي استولت منهم على ملايين الجنيهات بحجة توظيفها أو عمل مشروع ليهم بعد ما أوهمتهم بقدرتها على إقامة مشروع هيقوموا هم فيه بالعمل معاها، لكنها بعد فترة من الوقت استولت على هذه المبالغ واختفت من المكان. هنتعرف النهاردة على التفاصيل اللي حصلت مع عدد من السيدات الذين وقعوا ضحايا لهذه السيدة. مساء الخير، نتعرف بك. أماني محمد، عايزين نعرف منك بقى ايه اللي حصل يا أمان. اللي حصل إن هالة كانت جارة بابايا واقترحت عليا ان هي تعمل مشروع. كانت بتجيب لي شغل بشتغله في البيت من المصنع عند اخواتها، واقترحت عليا ان هي تعمل مشروع وقالت لي نشتغل فيه بدل ما احنا بناخد يعني شغل من اخواتي وكده. قلت لها خلاص ماشي، بس انا معيش راس مال. ودتني المكاتب بتاعة القروض وعرفتني المكاتب، انا ما كنتش اعرف اصلا اي مكتب فيهم. ودتني هناك، عملت كارد من مكتب واتنين وتلاتة، وده طبعا انا عارفة ان هو غلط، وما خدتش منها ايصالات امانه لان جوزها كان موظف في الرقابه الاداريه، وقالت لي ممنوع ان هو وهو كمان قال لي ممنوع ان انا امضي على اي ورقه، وممنوع ان هو يعمل سجل تجاري باسمه لان هو موظف حكومه وهيقولوا له من اين لك هذا. المهم اخدت الفلوس، وبعد كده يعني فضلت المبلغ اللي انت اديته لها اللي خدته مني 100 ألف. دلوقتي طبعا هي بعد ما خدت ال 100,000 قالت لك المشروع كان هيبقى ايه او مصنع ملابس. المصنع هي كانت اصلا يعني بتجيب شغل من اخواتها فاتحين مصانع ملابس، فكانت بتاخد منهم شغل وبتسوقه. يعني انا كنت بطرز في البيت، بيجي مثلا موسم رمضان كنت بشتغل الزينه والخداديات اللي هي بتاعت رمضان. هي اقنعتك ان هي هتعمل مصنع؟ وفعلا كان في مخزن كبير في بيت والدي من تحت، كلمت فعلا صاحب البيت ان هي هتأجره، بس بعد كده يا هلا ما فتحتيش ليه؟ قالت لا اصل استيراد المكن ده بياخد وقت، وانا ما بجيبش مكن صيني. وقعدت تتحجج حاجة كتير لحد ما فجأة لقيت الموظفين بتوع المكاتب جايين لي عشان يسد عشان القسط. هي هل في الأول مثلا سدت أقساط معينة؟ سدت، قعدت شهرين ثلاثة تسد في الاقساط. طبعا الاقساط دي بتبقى على سنة، سدت جزء من الاقساط، وانا ما كنتش عارف اصلا القسط كام، ولا يعني انا ما كنتش عارف حاجه. انا بس فخدت الفلوس، وبعد كده الموظفين لما نزلوا عشان يحصلوا الاقساط ما لقيتهاش. ايه اللي خلاكي تثقي فيها يعني؟ هل هي كانت سمعتها كويسه، وكان احنا يعني احنا رايحين ساكنين وهي كانت موجوده، هي بقالها في المنطقه يعني متجوزه في الشارع بقالها 13 سنه او 14 سنه. كم عدد الضحايا بقى السيدات اللي وقعوا في حضرتك دول اكتر من 50 أسرة، يمكن احنا كده ما نجيش يعني واحد من 10 يعني منهم، فناس كتير. يعني انت لوحدك خدتي قرض 100,000 من كذا مكتب. من كذا مكتب وهي خدتهم، وكل سيدة من الموجودين برضو نفس الكلام؟ بس مبالغ مختلفة بقى برضو من كذا مكتب. عملتوا محضر؟ عملنا محضر نصب، عملنا محضر، واحنا مجموعة كبيرة عملنا محضر، ومجموعة تانية عملت محضر تاني، والمحضرين دلوقتي اترفقوا في محضر واحد وتحدد له جلسة. وانا تعرضت على وكيل النيابة وخد اقوالي وعمل لهم ضبط واحضار، محدش راح. بدأ بقى ان يجي تهديدات ان احنا لو ما تنزلناش عن المحضر، انا تهددت بعيالي وتهددت بان انا بيتي يتخرب، وفعلا انا حصل لي مشاكل كبيرة قوي بسبب الموضوع ده. طلباتك ايه دلوقتي يعني؟ طلباتي ان يعني احنا عايزين حل، على الاقل المكاتب دي تصبر علينا شوية، حد يلحقنا، صوتنا يوصل لاي مسؤول. نتعرف بيكي؟ اسمه محسن. عايزين نعرف ايه اللي حصل معاكي في القصة دي. هلا كانت جارتنا بيت ابوها في الشارع اللي في وشنا، كانت بتجيب لي شغل الشنط بتاعت رمضان، يوم موسم رمضان تجيب لي الشنط دي اللي هي بتاعت المدارس وزينة رمضان كنا بنشتغلها، وقالت انا هعمل مصنع. رحنا شفنا المخزن في الشارع بتاع بيتها اللي في ام بيومي، رحنا شفناه، المخزن كبير كلنا الشارع بتاعنا ده عامه كله. اولا احنا ما كناش نعرف بعض، في ناس ما كناش نعرفها خالص، ما عرفناش بعض غير يوم الموظفين ما جات لنا. خدت منك كام؟ خدت مني 70 انا وبنتي. ازاي وصلت فيها؟ جارتنا وبيت ابوها في الشارع، يعني انت جارتنا مضيتي في المكان وخدت الفلوس واديتهم لها؟ وخدتهم واخوها قبل ما تضمني ان هي واخواتها، فلوس. اخواتها عارفين صبح ومحمد وسعيد. يعني احنا دلوقتي عايزين بس عشان نوضح للمتابعين اليوم السابع ان الثقه جت من ان هي جارتكم جارتنا بس كده؟ جارتنا جارتنا وامها وابوها عملتوا كلها المحضر صح؟ عارفين. ده المحضر، وريني كده بعد اذنك الكاميرا. حضرتك احنا عملنا محضر،
شايفين متابعي اليوم السابع ضحايا مستريحة شبرا عملوا محضر في اسم اول شبرا الخيمة زي ما حضراتكم شايفين مأساة بمعنى الكلمة. طبعا تاريخ المحضر 9/12/2021. هنكمل مع حضرتك. احكي لي بقى ايه اللي حصل بعد ما تجهز 70,000، ايه اللي حصل؟ كل ورحنا بيتها وتعملي امتى يا ام هاجر المشروع؟ لما يجي المكن. شويه جوزي عامل عمليه، شويه لسه شويه هبلط المخزن. بقت تلوعنا لحد ما فجاه لقينا الموظفين جم، لحد ما كانوا هياخدوني وياخدوا بنتي وبهدله وقله قيمه لسه. رفعوا عليكم قضيه طبعا. اه وفي موظفين قبل انتوا ما تيجوا. لا لسه لحد قبل انتوا ما تيجوا ب 10 دقايق كانوا. اه احكي لي يا حاجه بقى، ايه اللي حصل معاكي؟ السلام عليكم، انا ماجده يوسف. انا هي انا جوزي مات من 99 وانا كنت بشتغل على عيالي وعيالي كبروا. عندي عيل شغال في كان شغال عند مارادونا على مكان سنجر واوفر، فهي قالت انا هشتغل اجيب لكم افتح مصنع، وكنا بناخد منها الحاجات نعملها بتاع زينه رمضان وشنط المدارس وكنا مش ايوه. وقالت لي بنتي انت وابنك هتشتغلوا عندي، وفعلا انا رحت جبت انا ومرات ابني ليها، وعلى انا جبت 30 ومرات ابني جابت 30 زيي. يعني 60,000؟ اه ايوه. عملت ايه بعد ما خدتهم بقى؟ خدتهم وورتنا المصنع في بيت في الشارع بتاعها، وقالت احنا هنأجره وهنبلط فين يا هلا، قالت هنبلط وفين يا هلا هنجيب المكن. انا بدفع 3,000 كل شهر، وحضرتك لو قدمت من ساعة كنت شفت الفضيحة في الشارع والناس كلها اتفرجت علينا. كنت على شفت الفضيحة في الشارع. لا انا لوحدي وابني نفس الطريقة. 3,000 دفعت هي اول استين مثلا؟ استين اتنين اه مفيش غيرهم دلوقتي. انا انا بشتغل في مصنع في مطعم عشان انا جوزي كان ارزاق الله يرحمه ما كانش. انا عارفاها من هي كانت لسه امها عايشه وكانت لسه صغيره خالص. ما هي جارتنا وانا كنت واثقه فيها. صراحة هما كانوا بابا وامها ما كانوش بيأذوا حد ولا كانوا يعرفوا حاجة عن الكلام ده. ولو هي مشيت جوزها شغال كان شغال في النقابة الإدارية ومشيت. شكرا يا حاجة. نتعرف بس ببعض الضحايا. تعرف بيك يا حاجة؟ هي عرفيني كده يا حاجة. احنا هلا جت وقالت انا هعمل لكم مشروع وتعالوا اوريكم المكاتب وتجيبوا فلوس عشان اعمل لكم مشروع ونجيب. انا واخده مني 100,000 انا وبناتي ومرات ابني. عملتوا كلكم كروت يعني؟ كلنا عملنا كروت من 5 مكاتب. يعني. اه وهربت بقى؟ هربت. عملتي محضر؟ عملنا محضر. كلكم عاملين المحضر؟ اه كلنا عاملين محاضر. يعني كلكم مشتركين في عمل المحضر؟ اه زي ما حضرتك شايفين. اه عاملين محضر وبنطالب ان يغطونا ويخلصونا من اللي احنا فيه عشان احنا تعبنا وبعنا اللي ورانا واللي قدامنا. احنا تعبانين بصراحه والله العظيم. نفس الكلام. 35. خد ايه بقى اللي حصل معاك؟ انا اصلا منفصل عن جوزي ومعايا اطفال. كانت الاول بتجيب لي شغل الزينة عشان اعمله في البيت، وبعد كده بقيت اعمله ونتحاسب، وبعد كده قالت خلاص احنا المكسب ده بدل ما احنا بنعمل لحد وبيخش لي الجنيه لا خلي اتنين. اقتنعتي بقى؟ اقتنعت لان انا يعني يعتبر والدتي واهلي. ايوه انا عندي حكم او حاجه؟ لا لسه، لان انا 3 اقساط كده متاخرين في مكان من الاماكن لوحده. ده رفع عليا كده وانا منتظره ان اي حد يجي ياخدني من وسط عيالي في اي وقت. بتطالب بايه؟ بطالب استغاثه ان احنا حد يبص لنا ويشوف ايه اللي احنا فيه، لان احنا كل الناس اللي احنا بنستلف منه خلاص تعب مش هيدينا تاني. لان خلاص كنا معاكم صرفنا من طوب الارض استريحت شبرا بجد. جبنا والله انذار اهو قايل لنا.
الناس اللي بتسلفتنا بتطالب بفلوس. من هؤلاء الضحايا بحجة عمل مشروع لكنها لم تفي بوعدها. ينتظرون الآن مصير غير معلوم بأحكام قضائية قد تلاحقهم لعدم سداد الأقساط.